حنان مطاوع، فنانة ذات طابع مصري خالص. ولدت لأسرة فنية من الدرجة الأولى. أنا أتولى ملأ رأسي، خذ من الخمار على نفقتي، من الشراب ماشي. والدها الفنان الراحل كرم مطاوع صاحب مدرسة ومنهج مسرحي فريد. والدتها الفنانة سهير المرشدي التي تعد من أبرز رائدات فن المسرح المصري. ولكن بالرغم من ذلك لم تحسب حنان يوما من أبناء الفنانين الذين تم فضلهم بالقوة على الجمهور. قدمت حنان العديد من الأدوار المسرحية التي عبرت عن قوة شخصيتها وعكست صدق مشاعرها وانفعالاتها. بدأت حنان خطواتها في عالم السينما والتلفزيون وحدها دون الاعتماد على اسم والدها أو شهرة والدتها، فكانت تقدم أدوارا صغيرة على الشاشة كأي مبتدئ في عالم التمثيل، ولكنها كانت تتعامل مع تلك الأدوار على أنها بطولة مطلقة لها، فحفرت اسمها في أذهان الجمهور، وبالفعل استطاعت تحقيق الشهرة والنجومية. تحية تقدير لحنان مطاوع.